أمس جاتني صور، الحمد لله تاع منطقة ما شعلتش في منطقة في ولاية تيزي وزو، في غابة معزولة فيه ما يقارب عشرات العجلات المطاطية القديمة دي بنو يزاجي ستوكي في الغابة. والله حتى كتبون متابع وفي لمواقع التواصل الاجتماعي حيث شاف أنه راج مؤخرا أخبار عن صور للجيش الجزائري وهو يحمل العجلات المطاطية، وها هو اليوم تيبرر ما وقع لأنه زعما راه الجيش الجزائري ما كانش كيحرق الغابات، راه هو اللي لقى المجرمين كانوا باغيين يشعلوها تما. دابا هذا الرئيس مشغول بالتكريمات والسفر بالطائرة الرئاسية ومقابل يوتيوب وتويتر وتيك توك والفيسبوك، واش دابا هذا رئيس؟ بالمناسبة في القناة ديالي أو في الحساب ديالي في تويتر ما نشرت هذوك الصور ديال العجلات اللي لقاها الجيش الجزائري، لأنها ليست صور لحرق الغابات من طرف الجيش، بل فعلا هي صور لجمع العجلات من الغابات، وهي اصلا تعود لسنة 2022 ماشي 2023. المهم السي كدبون، واش دابا انت باغي تقنعنا على ان الحرائق هي فعلا مدبرة، يعني كاين عصابة كتحرق الحرائق في الجزائر؟ وشنو غنقولوا على حرائق اليونان وتركيا وايطاليا واسبانيا والمغرب حتى هي شعلوها بالبنوات؟ على ما فراسك بانه غير نص كارو ولا غير شوية ليسانس راه ممكن يشعلوا العافية؟ راه ما يحتاجوش البنوات والعجلات، خاصة اذا كانت الحرارة مرتفعة. اهلا وسهلا بالمهبطين الكرام. البارح كنت ناوي ندير حلقه فيها جزئين، الجزء الاول اللي تفرجتوا فيه البارح، والجزء الثاني كنت باغي ندير فيه اللقاء الصحفي ديال الرئيس، ساعه تعطل فيه بزاف، دار اليوم لقاء في ساعتين تقريبا. راه قلت لكم هذا الرئيس هذا ما عنده ما يدار لا ولا الدوله ديالو لا الشعب ديالو. المهم جزء صغير علقت عليه البارح، وما تخافوش ما غاديش نعاودوا نتكلموا عليه اليوم، اليوم كاين غير الجديد عاوتاني. يعني الأمور هذه الإنسان يكون ذكي، كانت الناس تتكهن بحرائق ما ندينها في الخطة نتاعهم، مثل كانوا دارينها في الخطة في 2021. وتشوف القراية تبارك الله فين تتوصل، الناس كانت تتكهن بالحرائق، يعني هاد الناس كانت كتخطط للحرائق. سافين قريتيها كدبون، راني ثلاثة سنوات وتنقول لكم راه غيجيوكم الحرائق عاوتاني، واش هذا يعني أنني خططت ليها؟ أنا ما درت لا تخطيط لا والو، راه غير التنين ديالي عطس، وهذا خطأ غير مقصود. دابا كدبون ذكي مع راسو وعاق بهم. المهم هاني تنقول لك كدبون، العام الجاي ويقدر كاع فهاد الصيف هذا اللي باقي مسألة راه غيكونوا عندكم الحرائق، وقولي عاوتاني راه كنت كنخطط. الطائرات هذه ماهيش متوفرة حاليا في السوق الدولي. اتصلنا بهم كل شفنا حتى لكان امكانيات بعض الطائرات تاع النقل العسكري نحولها مع الولايات المتحده ولا غيرها، نحولها الى طائرات لاطفاء النيران. اليوم عندنا شرينا طائره ما بين 6 طائرات اللي كنا ننتظر قضيناها واللي كلفنا بها الجيش الوطني الشعبي، استلمنا طائرة كبرى كبيرة عملاقة بالنسبة للإطفاء. أولا يا فخامة الرئيس، الطائرة العملاقة راه غير كتمشى ما كطيرش عندكم، يعني راه غير معمرة لكم مدرج المطار وصافي، وكيبينوها كتحرك شوية وترجع شوية ولكن ما كطيرش، وأصلا ما بينتوها حتى سالوا الحرائق وطفاوا على خاطرهم ووصلوا البحر على خاطرهم. ثانيا كيف يعقل ان المغرب اللي الحمد لله عنده اصلا اسطول كبير ديال الطائرات زاد 4 ديال الطائرات غير في السنتين الاخيرتين، وانتم اللي عندكم صفر طائره كتقول للناس وكتقول للشعب ديالكم انه ما كاش طائرات في السوق؟ الا ما كاش طائرات في السوق كيفاش المغرب شرى 4؟ يعني هنا غنفهموا على ان المخزن كيشري قبل منكم باش يمنعكم من الشراء يا جدك. دابا عاد فهمت هذيك المقوله ديالك علاش كنتي كتقول لهم المغرب كيتعدى على الجزائر كل يوم. ودابا راك في ورطه، كيفاش غتشرح الجرار وان المغرب هذا العام شرى وحده والعام اللي فات شرى 3 وانتم ما شريتوا والو؟ اننا نبني مستشفى عصري جدا
pour les grands brûlés. المصابين بالحرق بالحروق العميقة سورتو 3 دقري بلوس الأمور هذه الإنسان يكون ذكي. كانت الناس تتكهن بحرائق أننا نبني كانت الناس تتكهن بحرائق دابا كذبون غير خودني قد عقلي منين قررتو تبنيو مستشفى كبير للحروق في الجزائر واش هذه داخلة في التكهن بالحرائق ولا ما داخلاش طبيعة الحال داخلة وداخلة بزاف لأنكم تكهنتوا بإصابات كثيرة وكبيرة داكشي علاش درتوا مستشفى كبير بزاف ومن هنا نستنتج حسب المنطق ديالك أنكم نتوما اللي كتشعلوها وكتأكدوا الأمر برفضكم شراء طائرات ديال الإطفاء كذبون كنتي كتقول في الأول الإنسان خاصو يذكي ساعة في الأخر القضية دي ما درتي فيها ما يصلح وفضحتي راسك كلهم ينتظروا أن القرن 21 تكون في حروب على المياه وما ناش بعاد فيه نزاع بين دول بتتقاسم نهر فيه كل واحد باغي يدير سد في النهر تاعه والاخر كذا والاخر كذا هذه خاصها تصر الرئيس المصري السيسي كذبون تيرد لي الصرف حيت حيد لي مفاوضات المصالحه الفلسطينيه من الجزائر وداها للقاهره وكيتمنى لهم كذبون دابا الحرب مع اثيوبيا وكذبون مالك محن راسك وغير سميهم بسميات راه القضيه مفضوحه قول حرب مياه بين إثيوبيا مصر والسودان أجي بعدا ياك نتوما كنتو وسيط بيناتهم نسيت هذاك الحمامرة وراك جريتي عليه وطردتيه المهم مصطفى دير شي برية مستعجلة ورسلها لقصر الرئاسة في مصر باش علمهم بهذه القضية أن كذبون كيتمنى لهم الحرب فورا 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 نوصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب ونزيد لما نوصل مليارين ونص 500 مليون متر مكعب انتهينا مع مشكل الجفاف ان شاء الله A few moments later بالمناسبة سمحوا لي الباح راني غلطت في واحد الرقم حيت كذبون كثر عليا من الارقام وكثر عليا في الملايير والملايين والمئات الالاف كنت قلت ان الجزائر خصصت 200 الف دولار وهو مجرد خطا غير مقصود انا بغيت نقول 200 مليون دولار ديال الاستثمار ماشي 200 الف دولار مجرد سهو فقط اما دابا ولينا في جوج المليار و500 مليون متر مكعب يوميا يجدك وهذه راه ماشي سلوكيه كذبون هذا راه واحد القرن تكي غدير تخرج هذه الاعداد الهائله من المليارات من البحر وعلى هذا الحساب راك غدير خدمه زوينه للحراقه منين غينشاف البحر الابيض المتوسط غيبداو يطلعوا لاوروبا غير على رجليهم وحتى مساحه ديال الدول في شمال افريقيا غتكبر وهذا الشيء كامل بالفضل ديال كذبون والمشروع ديالو الفنكوشي هي على هذا الحساب كذبون بلا ما نزربوا نديروا الجسر بين المغرب واسبانيا غير نتسناوكم نتوما تساليوا المحطات وتنشفوا المحيط تيقولوا السلمه في عدم انا تنقول لك كذبون نتوما غتخرجوا 1000 مليار متر مكعب يوميا كاع يال اعتقد ان تجويد المواطن بالمياه صالحة للشرب ما نضمنش انايا 24 ساعة ل 24 ساعة كل خطرة تقطعوا لنا 15 يوم خطرة هذه خطرة علاش والله نخدم والله حتى غبنتي الناس انت كتهضر على 24 ساعة والناس ما عندهاش الماء جوج سيمانات هاد واش جرارة واش باقي الرئيس ديالكم ما قلتوش لي راكم كديروها في الميكا مصيبة هاد وكذبون عاطي مليار لإفريقيا مليار ونص لبنك الكيكس ومئات الملايين لتونس والفلسطين ومستثمر في تحلية المياه غير 200 مليون دولار فقط والناس ما عندهاش الماء لأسبوعين وكثر هذه عاوتاني نقولوها للعدميين من بعض الأبواق اللي ما عاجبهمش المغرب واللي كيهرسوا في بلادهم بلادنا بالقدرات المادية المحدودة ديالها خاصها تقارن مع دول الجوار أنا ضد أنك تقارن المغرب مع أوروبا لأنه في الإمكانيات المادية والمالية لا وجه للمقارنة زيد عليها أن الدول الأوروبية عندها دعم مالي كبير من الاتحاد الأوروبي أما المغرب عنده غير راسه ومع ذلك منين كنقارنوا راسنا مع دول عندهم البترول والغاز دول مسهل عليهم الله وخا وكاك حنا واعرين عليهم وهاربين عليهم وهاربين على جمهوريات الموز اللي حدانا بالمناسبة هذاك المغبول اللي عنده مشكل ديال المياه لمدة أسبوعين راه ساكن في مدينة وهران وهران مدينة كبيرة في الجزائر مدينة شمالية وقريبا العاصمة إلا كانت وهران والعاصمة فيهم انقطاعات ديال المياه لمدة أسابيع فما بالك بالمدن
أو الولايات اللي كاينين في الجنوب أو في وسط الجزائر. كذبون، سربي راسك نشف المتوسط، راه القضية صعيبة والبلاستيك عندكم راه غير سهلة، وراه الريحة وصلات لوجدو بركانو سعيدين. المواطن تاع برقي ولا المواطن تاع الحمري ولا المواطن تاع كذا، مي تقول له نعطيك الماء كل يومين يصبر، ولا درا تقطعوا لنا 15 يوم خاطر هذه خاطر علاش والله نخدم. وكذبون، وسطيتينا معاك. في الاول كنتي كتهضر على 24 ساعة، شوية قلبتيها الخطرة في يومين يكون الماء عندهم وما يكونش. دابا هاد الجرار هو اللي كيسبونا في التعاليق، كتلقى ما غاسل حتى. المهم راكم عارفين الكمال، واخا هكاك عنده الوجه يجي يسبنا. صراحة انا الجرار وجهكم قصديري وجهكم حديدي، باينة فيكم كتاكلوا بزاف ديال العدس. سوسيولوجيكمون الانسان اللي تعطيه دار ويستقر فيها ويربي ولاده ويربيهم بس يعني عندهم قاع الضروريات تاعك تسمو راك ربحتو، ربحتو البلاد، يدافع على بلاده اللي يحوس يحرمو ماشي راه فيه ينوض له. والسرا تيقروا هاد الناس بلعزة. خلينا من سوسيولوجيكمون، هادي كتسمى شراء السلم الاجتماعي، يعني كتعطي اموال لبعض الفئات من الشعب باش تشري السلم الاجتماعي ويسكتوا على الفشل ديالك ويصبروا. المشكل في هذا النوع من الرشوه ومن شراء السلم الاجتماعي ما يمكنش ديروا مع كل الشعب، لان الامكانيات دائما كتكون غير كافيه. دابا هاد الاغلبيه ديال الجرار واللي كيقيلوا يسبونا راه غيكونوا غالبا مستافدين من السكن، وكيف ما قال كذبون ما يقبلوش بشي واحد ولا شي رئيس بعقله يوقف هاد النزيف الكبير ديال الخزينة الجزائرية في رشوة فئة محدودة من الشعب دون غيرها. والمشكلة كذبون راك الا شريتي لهم السكن راك ما كتلقاش الاموال باش توفر لهم الاساسيات، داكشي علاش كنلقاو الطوابير بكثرة. المهم كذبون تعرف، بغيتي تربح المواطن شري ليه سكن، بغيتي تربح المواطن والعائلة ديالو دير ليهم تكريم، بغيتي تربح المواطن والعائلة ديالو عطيه منحة بطالة ما يستحقاش. المهم برافو عليك كذبون، هكا راك تربح نقاط كثيرة للعهدة الثانية ان شاء الله. وفي حالة ما ربحتيش انا غنصوت على بنقرينا يولي هو الرئيس، على الاقل بنقرينا غيدخلنا مع الجنة كيف ما قال. اما انت كذبون كنديو معاك غير الذنوب. المغرب تعطي سكن لبعض الفقراء كتعويض ليهم باش كيحولهم من واحد بلاصة ساكنين فيها بطريقة غير شرعية، ومن الفوق هذوك الناس ما عجبهمش الحال. في الجزائر كتعطي سكن كيعطي دمه للدولة وكيدافع عليها. ومن هنا نستنتج ان الجراروات يدافعوا على بلادهم ماشي حيت يبغيوها وماشي حيت وطنيين، حيت ياخذوا السكنات. الامن الغذائي اللي خديته تايا اللي خديته تايا هاد السخافي هذا، واش ما قراوش مع هاد الصحافه انه عندما تخاطب رئيس دوله كيف ما كانت ما يمكنش تقول لي تايا؟ واش كذبون رئيس دوله صاحبك جالس معاه في القهوه وتتسالوا 1000 دينار باش تقول لي تايا؟ كيفاش هادشي يا مصطفى؟ حتى مال هاد السخافي هذا كيدصر على الرئيس ديالك؟ واش شفتي يا مصطفى الدصاره والبساله كيفاش دايره؟ انا نعرف باللي المواطن الجزائري ما بين المغاربه بصفه عامه هو اللي يسهلك اكثر العدس. قلتها لكم في الاول وجهكم قصديري وحديدي، وفعلا رئيس الجمهوريه العدسيه يؤكد ان وجهكم حديدي ومقزر، لانكم من بين شعوب شمال افريقيا انتم الاولين في اكل العدس. صوروا معايا، دولة الغاز والبترول في شمال إفريقيا هي أول دولة تستهلك العدس، يعني حتى موريتانيا فايتها. أما هذاك مصطلح المغاربة فهذيك بداية محاولة السطو على مصطلح المغرب والمغربي والمغاربة بصفة عام. كذبون ما خدامش لكم هادشي، المغاربة هما الأمة ديال المملكة المغربية فقط، وتحت منا كاينين الموريتانيين وانتوما الجراروة، وحدا الجراروة كاينين التوانسة، وحدا التوانسة كاينين الليبيين. فما فهمتش أنا علاش قلتي بين المغاربة، عمر الجراروي يكون مغرب. صراحة بان ليا كذبون حتى انت وجهك قاصح، باينة فيك فاش كنتي مواطن وموهوب كنتي كتاكل بزاف ديال العدس. الرز والعدس هذه مقصودة، والله العظيم اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. دابا بالله عليكم، واش دابا هذا رئيس ولا عطار؟ دابا واش هذا رئيس ولا شمكار تيتحلف على صاحبه اللي سرق ليه المحية؟ ومصطفى تما لا الرئيس عندكم تيهضر هاد الهضره الزنقاويه. تاوب اللي كانوا يشربوا الماء المالح، تاوب اللي كانوا يشربوا الماء المالح. تنتصور دابا الجراروه معرقين عدس ويزيدوا عليها الماء مالح، ترى غيوليو قنابل نوويه متحركه. وباز الناس ديال الشرق كيفاش مستحملين تما الوضعيه، الوضعيه نوويه خطيره لا تبشر بالخير، قنابل نوويه متحركه عند الجراروه العدس والملح. السكه الحديديه انا التزمت بها. لما السكة تمشي من الجزائر لطمراست يصبح المواطن ولد طمراست، يركب في القطار من المحطة نتاع طمراست، قطار سريع، قطار وكهرب،
يوصل العاصمة بعد 8 سوايع ولا 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. ولا يمنع الكذبون هذا إلى عنده مشكلة في الأرقام، والمسافة بين تمن راس والجزائر العاصمة فايتة 1900 كيلومتر في ظروف صعبة وسط الصحراء، يعني كاين الرملة ومستحيل دير سكة تما. وهو وعدهم قبل 4 سنوات بقطار وقال لك قطار سريع من الفوق والسفر غيكون فيه غير 8 ساعات. المهم كذبون، راه باقي الناس كيتسناو قطار العجائب ديال تمن راس. راه الناس منين سمعوك في 2019 راه ما سافروش من هذاك الوقت وكيتسناو القطار يوصل لهم لتمن راس. دابا كذبون شنو غيستافد هذا المواطن اللي سمعك في 2019 كتقول لي غندير لكم قطار ديال 8 سوايع، انه يسمعك دابا كتقول لهم في 2023 انك التزمتي. المهم راه قال لهم في هذا اللقاء هذا ابشروا، راه الصينيين وافقوا يديروا لينا السكه الحديديه يجدك وراه غيديروا المشروع. كذبون نجيك من الاخر، بلا ما تضيع وقتي وبلا ما تضيع وقتك ووقت تمن راستيين، فرنسا راه درسات هذا المشروع هذا في الثلاثينات والاربعينات وما دارتوش، لانه مستحيل دوز قطار وسط الرمله ديال الصحراء اللي عندكم تما. سوناتراك داروا معجزات، سونات غاز وصلنا اليوم الانتاج تاعنا تاع الطاقات، الانتاج تاع الكهرباء يعني ايتي براتيكمون ميتيبلي بار او موا مينيموم 150%. احنا اقوى انتاج كهربائي في افريقيا. احنا جاهزين كما وعدنا بها اوروبا، لحبوا اوروبا اليوم احنا جاهزين باش نصدر بالاقل 10000 ميجاوات. كذبون خرج على السيطره ولا تكذب اكثر ما تتنفس. صراحه خصني نسحب هذه العباره ديال تتنفس، لا يعتبروا عندها علاقه مع الحديد. وصراحه انا من نهار عرفته هو تيكذب. قال لهم ضعفنا انتاج الكهرباء ب 150%. والناس هذه ثلاثه الاسابيع وحنا كنسمعوهم تيبكيو من انقطاع الكهرباء لايام ولاسابيع، وفي العاصمه وفي النواحي ديال العاصمه هو تيقول لهم ضعفنا الانتاج. الا ضعفتي الانتاج ما غيكونش عندك مشكل في الجزائر العاصمه في الكهرباء وفي انقطاع الكهرباء. وعاود ثاني كما العاده كذب بدون استحياء فاش قال لهم حنا الاولين في افريقيا. عاود ثاني نفضحك كذبون ونعطيكم الارقام. مصر 49 تيراوات، جنوب افريقيا 30 تيراوات في الساعه، الجزائر 26 تيراوات في الساعه، المغرب 17 في الساعه. يعني كذبون فايتك مصر وجنوب افريقيا وانتم في المرتبه الثالثه ماشي المرتبه الاولى كما تقول. ولا يمكن كما العاده كتهضر على ان الجزائر هي الاولى افريقيا، ولكن في الميتافيرس حيت كتكونوا تما بوحدكم كتكونوا نتوما الاولين ونتوما الاخرين. ياه على رايي واحد يشري طائره خاصه ولا يوت والاخر يجري وراء صافي تحليب. كذبون وقت ما عطاو الميكروفون تيفضح. فين هو داك المغربي اللي ساكن في الجزائر قال لك ما كاش طوابير في الجزائر على صاشي حليب؟ داكشي غير كذوب. وفين هما دوك الجزرار اللي يقولوا لنا المغرب هو اللي عنده الطوابير، حنا في الجزائر ما كاش طوابير. ها هو اعلى سلطه في البلاد الرئيس ديالكم يعترف بالطوابير ديالكم الجزرار. مشاكل بزاف. ما تداعيات هذا الاعتراف الوهمي على المنطقه؟ تداعيات اللي تهم تداعيات. انا بالنسبه لا 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 حدث، انا فاقد شيء لا يعطيه. هم بروحهم ما احتل الاراضي الفلسطينيه، والاخر معترف يعترف له كذلك باللي الاراضي الفلسطينيه تاع اسرائيل. هذه كلام فارغ. باش تعرفوا المخزن واعر تعرف اليوم مزيان واحسن منه. كان من المفروض انه في هذا اللقاء ولو بالنفاق ولو بالكذوب غير زعما بالهضره كان كذبون يرد على الخطاب الملكي ويقول مثلا كنرفضوه وحنا ما بغيناش وهادشي غير حقيقي ولو بالكذوب. ولكن كذبون تيخشي راسو في الرمله وتيفضل انه يتكلم على ما سمى هو قال لك لا حدث. دابا بالله عليكم الا كان فعلا اعتراف اسرائيل بمغربيه الصحراء لا حدث بالنسبه للجزائر، علاش وزاره الخارجيه ديالكم من دون الدول في العالم هي الوحيده اللي درت بلاغ وبدات كتبكي وكتشكي؟ ياك اعتبرته لا حدث، الا كان لا حدث فعلا علاش السخافي ديالك تيسولك انت اللي رئيس الدوله وانت كتجاوب في هذا اللقاء؟ في الحقيقه كذبون الكلام ديالك بالنسبه ليا وبالنسبه للمغرب وبالنسبه للمغاربه وبالنسبه للمغرب الرسمي هو لا حدث. كذبون واش نسيتي فاش قلتي لوزير خارجيه امريكا ان الجزائر ما عندها حتى شي مشكل مع اسرائيل؟ راه هذه الجمله بحد ذاتها اللي قلتي هي اعتراف جزائري بدوله اسرائيل. وحتى ملي كتقول القدس الشرقيه عاصمه دوله فلسطين وحدود 67
راك كتعترف بدولة سميتها إسرائيل وبوجود إسرائيل، وحتى عندما تجالس إسرائيل في مجلس الأمن والأمم المتحدة راه اعتراف غير مباشر. ما تنساش أن إسرائيل كتبون اعترفت بكم كدولة في 1962 وكانت من الأوائل وما رفضتوش الاعتراف ديالها إلى يومنا هذا. النيجر، المالي، ليبيا، يعني كل حدودنا الجنوبية ملتهبة. فالنار في الجنوب والبحر في الشمال، أين المفر يا سيد الرئيس؟ ليس هناك مفر يا السخافي، راه داكشي علاش سميتكم البارح المحرقة الإقليمية. عندكم الحرائق في الشمال وحتى في الساحل والجنوب عندكم الحرائق. أصلا الجرار خاصكم تعرفوا واحد الحاجة مهمة، وحتى أنت مصطفى خاصك تعرف هذه القضية هذه، لأنك تخصك بكونك أنك جزائري. النظام الجزائري في الصالح ديالو أنه يسد عليكم كل الحدود كيف ما تدير منذ عقود. الساحل الملتهب، الحدود المغربية مغلقة، ونظامكم من الفوق كيروج على حرب فنكوشية بين صندلستان والمغرب. الحدود الليبية مغلقة والحدود التونسية حتى هي مغلقة، يعني يجدك ليس هناك مفر. على خاطر شوف، لما يصير الدم بين الشعوب الأمور ما تنتهيش، يكون فيه انتقام يوم من الأيام. هذه تقاليد تاع الشعوب نتاعنا كلها. كتبون بالعربيه بغى يقول لنا انا صعيدي وتنتقم للدم. الاغلبيه ما عطاش اهميه للتصريح هذا ولهاد الجمله هذه. هاد التصريح عنده دلالات كبيره بالنسبه للمغاربه. الرئيس كتبون يعني بيه على ان الجزائر مازال ما نساتش حرب الريمان مع المغرب، وراه من ديك الوقت منين كلات العصا وهي كتقلب على الانتقام. والمشكل موراها انه مزادوا كلاو العصا في امغالا، والبوليزاريو ما دار والو، والجزائر والدول الشيوعيه مع المغرب في حرب الصحراء، يعني راه باقي ما انتقموش. وهذه ايضا رساله لمرتزقه البوليزاريو على ان الجزائر ما كتدعمهمش حيت باغا تدعمهم، راه كتدعمهم غير فقط للتأر من المغرب. اللي مسطيني في هادشي كامل انهم ما تيهضروش على فرنسا بنفس الطريقه، وما تيهضروش على الانتقام من فرنسا. فرنسا اللي قتلت منهم كما يدعونهم قال لك ملايين البشر. بالعكس فرنسا تيقول لهم بغيت نزورها وكنتظر الموافقه ديالو. كيفاش كتبوا انت تنتظر الموافقه ديالهم؟ واش ما عطاوكش الفيزا ولا كيفاش؟ ما تبقاوش تقلقوا فاش نسميوكم الجراروه دوله وظيفيه. اما بالنسبه للثأره كتبون مخاف عليكم من جديد من شي حقرونا بالالوان، والمشكله انها ستنشر على المباشر وفي اليوتيوب. تفاصيل هذه الخطط الاستثماريه، تفاصيل ما نقدرش ندخل فيها. اسرار اسرار دوله هذه. والله العظيم دا نتوما سخاره. هذه عاوتاني شبيهه عبارات الكونتر خطه اللي قالها في الاول. واش انت السخافي ما تعلمتيش من الدرس؟ كيفاش بغيتي يعطيك هو الاسرار باش هما يديروا ليه الكونتر خطه؟ ولا اني دا نتوما سخاره. هل تتوقعون ان تطرح مساله الانضمام او يفصل فيها في القمه المقبله للمنظمه في جنوب افريقيا؟ ما متفقوش لحد الان على المقاييس نتاع القبول ولا رفض اي دوله من الدول، ولكن احنا الشيء اللي مشجعنا ان الفاعلين فيها الصين، روسيا، جنوب افريقيا، اذا كان تفاهموا على الاغلبيه راه عندنا، يتفقوا قال ما نقبلوا حتى واحد، شغلهم. شو المفروض شنو فينا على البريكس؟ ما هي 2023 ان شاء الله تكون متوجه بالدخول تاع الجزائر في منظمه البريكس. ضحكني كذبون قال لي انا ما نفرضش راسي على الكيكس. هاد كذبون هذا تيكذب وتينسى واقيلا. وفر اعتراس بوتين بالكيكس الكيكس الكيكس فين ما درتي كتقول له بغينا ندخلوا الكيكس. فرعتي الرئيس ديال الصين راسو بالكيكس الكيكس الكيكس تاعو، كل شويه الكيكس الكيكس الكيكس. ما قبلوكمش، مشيتي للبنك الكيكس وعطيتيهم مليار ونص دولار يا جدك غير باش تدخل. واش هادشي كامل ما كتسميش انت كتفرض راسك عليهم واخا هما تيقولوا لك لا؟ اصلا ما فهمتش كيفاش رئيس دوله بغى يدخل الكيكس وهو ما عارفش القواعد ديال الدخول. الا بغات شي دوله تنضم للبريكس ما كايناش شي حاجه سميتها الاغلبيه كذبون. ما كاينش زعما ثلاثه دول وجوج دول ما موافقينش، حنا عندنا الاغلبيه. خاص كل الاعضاء بدون استثناء يكونوا موافقين. الا دوله واحده رفضات ما كتدخلوش. مره اخرى كذبون تفضحهم بلا ما يشعر. الكلام ديالو يعني انه البرازيل والهند ما كانوش موافقين على دخول الجزائر الى البريكس. وهادشي اللي كنا تنقولوا للجراروه مرارا وتكرارا، وهما تيقولوا لنا لا هادشي ما منوش هادشي ما كاش، وانتم تكذبوا. ودابا كي غنديروا لهداك التصريح ديال السنه الماضيه اللي قلتي لهم في نفس اللقاء الصحفي اللي كدير مع السخافه ديالكم ان الدخول الى الكيكس في الجيب رغم الصعوبات، ودابا وليتي كتقول لهم
لا حقه الواد ما نفرضش راسي عليهم. صافي مصطفى جمع الماتريال وكوبي صافي راه سالينا. شكرا على المتابعه، ما تنساوش تدعمونا وتشجعونا بالتفاعل والبارطاج فضلا وليس امرا. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.